وللمزيد معنا من موقع أعمال حفر وتدشين الخط الثالث للمترو مراسل أون لايف إبراهيم عزت. أهلا بك معنا إبراهيم على أون لايف. إذا فدنا بتفاصيل هذا الحدث. نعم أهلا بك زميلتي نهى. يعني غادر منذ قليل المهندس شريف إسماعيل بعد أن شهد اللحظات الأولى والبدء في أعمال حفر الخط الثالث لمترو القاهرة. في هذه الحفل كما سميت في اللافتات التي علقت هنا حضر السفير الفرنسي ستيفان روماتي وأيضا عدد من السادة الوزراء، فضلا بالطبع عن السيد وزير النقل الذي قام بعرض تفصيلي للخط الثالث لمترو القاهرة. مزيد من التفاصيل معي الآن مباشرة على الهواء الدكتور هشام عرفات وزير النقل. أنا بداية برحب بحضرتك فندم دائما. أهلا وسهلا. ربما إذا تحدثنا عن الخط الثالث مباشرة، الخطة الزمنية لهذا الخط وكيف سيعيد الأحمال أو سيخفف الأحمال عن الخط الأول كما أشرت منذ قليل أمام دولة الرئيس. لا هو الخط الثالث مش هيزود الأحمال على الخط الأولاني اللي يعني لا هو هيساعد منظومة النقل الجماعي عامة، إنما الخط الأولاني اللي هيساعده إن احنا نطوره ده نمرة واحد بمبلغ كبير يعني بال 30 مليار جنيه زي ما احنا قلنا، حوالي مليار و 250 مليون يورو بالاضافه الى حوالي 6 7 مليون مليار جنيه مصري. ده الخط الاولاني لان هو حقيقه خط قديم، اول ما عملنا مترو الانفاق الانظمه بتاعته كلها بقت قديمه ومتهالكه، فمحتاجين نعمل لها احلال عشان يخدم اكتر. يعني النهارده اذا كان بيخدم هو حوالي مليون ونص راكب، احنا نقدر نرفع الطاقه الاستيعابيه بتاعته الى اكتر من 2 مليون راكب في اليوم. ده الخط الاول. انما الخط الثالث اهميته ان هو هيبقى اول خط عرضي رابط ما بين شبكه بقى القاهره الكبرى، لان هو الخط الاولاني والخط الثاني دول خط شمال جنوب، انما الخط الثالث ده هو اول خط عرضي بيربط ما بين الشرق والغرب. فاحنا النهارده في العتبه احنا هنحفر، من ابتدينا الحفر زي ما حضرتك شايف الـ يعني اشاره البدء اللي اداها دوله رئيس الوزراء للحفر. هنحفر خلال ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هننتهي من الجزء لحد الكيت كات لحد تقريبا في 2022، وبعد كده عندنا برضو في تفريعتين، واحده متجهه للشمال وواحده متجهه للجنوب. اللي في الشمال دهيت هتربط مع محور رود الفرج، واللي متجهه في الجنوب هتعدي على بولاق الدكرور وهتربط مع محطه الجيزه الخط الثاني. فاحنا بهذه الشبكه احنا نقدر ننقل مليون ونص راكب من سطح الارض الى اسفل الارض، الى يعني شبكه نقل جماعي محترمه بتقاطر، احنا بنتكلم في حوالي دقيقتين تقاطر ما بين القطارات. لا احنا بنتكلم على فرق كبير جدا في المده الزمنيه بتاعت الرحله اللي كانت بتاخد النهارده من العتبه. النهارده لو خدت عربيتك من العتبه ورحنا الجيزه هناخد ساعه، مش اقل من ساعه. النهارده المترو هياخدها في ربع ساعه، يعني هيوفر 45 دقيقه ان افريج. طبعا وفر رهيب جدا. تعالى احسب بقى بالنسبه للمليون ونص الوفر في زمن الرحله، طبعا مش كله هيمشي على اقصى زمن اللي هو 45 دقيقه وفر، لا في ناس اللي هيتوفر لها حوالي تلت ساعه، في ناس اللي هيتوفر لها نص ساعه، في ناس اللي هيتوفر لها ربع ساعه على حسب المسافه اللي هو هيستقلها. فاحنا لو خدنا تقريبا في المتوسط احنا هنوفر حوالي 30 دقيقه متوسط زمن الرحله بالنسبه لمليون ونص، يعني بنتكلم على 750 الف ساعه. التكلفه الساعه النهارده لو بنحسبها بالنسبه طبق الجهاز المركزي المحاسبات تكلفه الانتاجيه الفرد في الساعه حوالي 10 جنيه، يعني هنتكلم في 7.5 مليون جنيه فقط لا غير في بند واحد. فده غير الوفر في الوقود، ده غير الوفر في البعثات الكربونيه. فاحنا بنتكلم تقريبا وفر اقتصادي في السنه بسبب هذا المشروع بحوالي 2 مليار، 2.2 مليار، وهو ده مكسب الدوله الحقيقي. يعني احنا زي ما احنا قلنا اعلنا قبل كده كذا مره، احنا التذاكر او التذكره بتاعه المترو لا تغطي ابدا التكلفه الاستثماريه، احنا بنغطي فقط، احنا بنتطلع فقط لتغطيه التكلفه الخاصه بالاوبكس او التشغيل اوبريشن كوست اللي هي التشغيل، والاهم من التشغيل بقى الصيانه، والاهم من الصيانه كمان ايه؟ التطوير والتحديث. لان النهارده لما كنت حاطط انا سعر قليل في 87 او 88، جيت وصلت ان بعد 30 سنه لما الانظمه تهلكت مش قادر اغيرها،
هضطر استلف فلوس. احنا مش عايزين نوصل لهذا الوضع ابدا. احنا وزير لو سمحت لي يعني استنادا ايضا ورجوعا للخط الثالث المترو الانفاق وهو موضوعنا لهذا اليوم، متى سيتم بدء تشغيل هذا الخط تقريبا؟ ما احنا قلت حضرتك في يونيو ان شاء الله باذن الله 22 يعني المرحله الاولى، ويونيو 23 المرحله الثانيه. نعم. اخيرا بقى اختم مع حضرتك، يعني كيف بدا الاقبال من قبل المواطنين للاشتراكات للمترو بالنسبه، يعني هناك تقارير بتصدر من وزاره النقل لاقبال المواطنين بعدد اكبر للاشتراكات بالتاكيد بعد الزياده الاخيره الذي شهدتها تذاكر المترو؟ هو حضرتك احنا يعني المواطن، وبنكررها تاني، المواطن اللي بيركب يوميا المترو الانفاق طبعا بالنسبه له اشتراك يبقى هيوفر له كتير قوي. انما في مواطن بيركب مثلا مره في الاسبوع، واخد بال حضرتك، او كل فتره من الفترات ممكن الاشتراك لو حسبه هو كل مواطن بيحسب الفيزابيليتي او مدى جدوى ان هو يعمل اشتراك من عدمه. احنا ملاحظين طبعا ان في طفره حصلت في الاشتراكات، انها خففت طبعا عبء كبير جدا من المواطنين من اهلنا اللي بيركبوا يوميا المترو. الناس الحمد لله يعني طبعا كان في اول ما طبقنا الناس كانت قلقانه من النظام الجديد. ليه النظام الجديد ده؟ يعني اول مره نشتغل على نظام زونز، ثلاثه زونز يعني بعدد محطات معينه. يعني الناس ما كانتش فاهمه، كان متخيله ان هو هيسيب، لو ساب الخط الاول وركب الخط الثاني هيدفع من جديد، او ركب اللي في ناس بتركب الخط الاول والثاني والثالث، فكان كل متخيل كان كل مره. لا احنا وضحنا الكلام ده، يا جماعه ما فيش الكلام ده، احنا هي بعدد محطات، تاخد العدد المحطات ده، هي تاخدها في خط واحد، تاخدها في خطين، تاخدها في ثلاثه، تاخدها زي ما انت عايز، بس حقق عدد المحطات. دي ما كانش حقيقه يعني واضحه للناس في الاول. ابتدت الاقبال دلوقتي، دخلنا دلوقتي في التشغيل من بقالنا حوالي 6 ايام كده او 5 ايام، دخلنا في التشغيل المعتاد العادي جدا اللي هو قبل الزياده. الحمد لله. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا ومزيد من التوفيق. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، من هنا من محطة مترو العتبة، هذه المحطة التي شهدت منذ قليل يعني بدء أعمال الحفر في الخط الثالث للمترو بحضور بالطبع دولة الرئيس المهندس شريف إسماعيل وعدد من السادة الوزراء، فضلا عن السفير الفرنسي في القاهرة السيد روماتي. وعودة مرة أخرى إلى زميلة العزيزة نهى بالاستوديو. نعم، شكرا جزيلا لك إبراهيم عزت على كل هذه التفاصيل.